مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن الموضوع معنا الكاتب السياسي التركي سيد مصطفى حامد أغلو. أهلا بكم أستاذ مصطفى. بداية، في أي سياق تأتي القمة الروسية التركية؟ أولا تحية لكم ولكل المشاهدين. أهلا وسهلا. يعني يبدو أن هناك يعني خلافات عميقة لم تستطع اللجنة الرباعية التي اجتمعت قبل فترة بين روسيا وتركيا على حلها، وكان يتطلب اللقاء الرئيسين يعني طيب أردوغان وبوتين. برأيي أن النتائج كانت يعني تعتبر مرضية وجيدة بالنسبة لتركيا، لأنه هناك ربما لأول مرة إشارة أو اعتراف أو قبول من الجانب الروسي بالقلق التركي وبأحقية تركيا بأن يكون لها دور في المنطقة العازلة أو المنطقة الآمنة. هذا تطور جديد، وهناك إشارة من الرئيس بوتين على الاتفاقية التي كانت بين تركيا وبين سوريا. أيضا هناك تفهم ربما للتأخر الإنجاز بما يخص محافظة إدلب، ولإدراك روسيا بصعوبة الوضع، وأيضا هناك اتفاق تركي روسي على الاستمرار بعملية تشكيل لجنة الدستور والحل السلمي. هذه أبرز برأيي أبرز النتائج التي يعني كانت لهذه القمة. سيد مصطفى، الرئيس الروسي يقول إن الحوار تركز على خطوات إضافية في إدلب وعدم الاستخفاف بالإرهابيين. كيف من الممكن أن تكون هناك خطوات إضافية؟ يعني أيضا تصريح رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أنه يعني لا يمكن التهاون ولا يمكن الصبر والسكوت على كل المنظمات الإرهابية، لكن يعني بجانب هذا التصريح للرئيس بوتين أيضا هناك يعني تفهم لصعوبة الوضع، وهناك إشارة لما تبذله تركيا من تحقيق الأمن في محافظة إدلب. برأيي أن روسيا هي مدركة لصعوبة الوضع، وهي تريد أن تعطي تركيا فترة من الزمن. يعني تركيا تطالب بأن يكون هناك حل على نار هادئة، ولا تريد أن يكون هناك أيضا أن تسمح لأن يكون اجتياح عسكري لقوات النظام على إدلب. تركيا روسيا بحاجة إلى الدور التركي، وبرأيي أن هذا تفاهم على يعني الصبر وإعطاء تركيا فترة أكثر. طيب، الرئيس التركي أكد اتفاقه مع دونالد ترامب بإنشاء منطقة آمنة والشروع بعملية عسكرية بمنبج. إذن هل هذا إذان ببدء المعركة في منبج؟ صراحة هناك مفارقة اليوم. يعني أمريكا الحليف الاستراتيجي لتركيا تعمل على أرض الواقع على يعني دعم الميليشيات التي تحارب تركيا والتي تعتبرها تركيا ميليشيات إرهابية، بينما روسيا التي هي على أرض الواقع تدعم قوات النظام التي تحارب قوات المعارضة التي تدعمها تركيا، بينما نجد هناك تفاهم وسهولة بالاتفاق على كثير من الملفات. فهناك صراحة تناقض ما بين الدور كل هذه أو تعامل كل من هاتين الدولتين مع تركيا. تركيا يعني ملت من هذا التلكؤ والتباطؤ الأمريكي، وهي اليوم يعني لا تثق بهذه الوعود، إنما تريد تنفيذ على أرض الواقع إذا كانت أمريكا صراحة جادة في هذا الانسحاب. لكن أنا أقول أن أمريكا تريد أن تستخدم دائما منبج كورقة ضاغطة للابتزاز أو للضغط على تركيا لتحقيق مكاسب شرق الفرات وليس في مدينة منبج. طيب، مخرجات هذه القمة الروسية التركية كيف ستنعكس على الانسحاب الأمريكي من سوريا؟ يبدو أن وجهة النظر الروسية كانت يعني صحيحة صراحة، عندما منذ البداية أشارت على أن أمريكا لن تنسحب بهذه السرعة وهذه السهولة، وهي كانت تشكك بالنية الأمريكية، وهذا ما حصل صراحة على أرض الواقع. أيضا تركيا كانت يعني رحبت بهذه الخطوة، ولكن يعني كانت تريد أن ترى التطبيق العملي وأن يملأ هذا الفراغ من قبل الميليشيات الإرهابية المتحاربة تركيا أو أي عناصر تهدد الأمن القومي التركي. يبدو أن الأمر لا يزال صراحة محط أخذ وعطاء، وهناك يعني تراجع عن الانسحاب السريع
لأن هناك عدة مراكز في أمريكا صراحة تؤثر على القرار الأمريكي، لذلك الأمور ليست واضحة ولا تزال يعني يشوبها كثير من الغموض. أستاذ مصطفى أعذرني طبعا الكلمة، ولكن أراك تميل إلى يعني روسيا قليلا في حديثك، يعني على حساب الموقف الأمريكي أو ما إلى ذلك. روسيا أيضا تاريخها ليس تاريخا مشرفا بالوقوف مع البلدان التي تساندها، فهي دائما ما تتنصل من الوعود ودائما ما تنقض أيضا الاتفاقيات. يعني هل تعتقد أن تركيا الآن في موقف حرج يمكن القول عنها أنها بين طرفين يناقضان نفسيهما دائما؟ لا، أنا أقوم بتشخيص الواقع، وأنا قلت أن هناك مفارقة. يعني كان الأولى من الحال ما يسمى الحليف الاستراتيجي لتركيا وهي أمريكا والحليف لحلف الناتو أن تكون مواقفها أكثر اندماجا وأكثر يعني سهولة مع روس مع تركيا، وليس كما نراه اليوم من يعني اليوم كثرة اللقاءات والاتصالات ما بين الرئيس ترامب وأردوغان وبوتين وكل هذه اللقاءات دليل على يعني ربما لا نستطيع أن صلابة العلاقة التركية الروسية، إنما هناك نوع من التفاهم أو نعم. نوع من الإصرار من قبل الدولتين على يعني تقوية هذه العلاقة، بينما نرى أمريكا تعمل على العكس. هذا أولا كتشخيص. تركيا أنا برأيي أن هناك اليوم تسابق على كسب الدور التركي من قبل أمريكا ومن قبل روسيا، وتركيا ليست هي يعني ضمن يعني فكي مكماشة، إنما كل دولة تريد كسب تركيا. لكن الطريقة الأمريكية لا تزال كما اعتادت العنجهية الأمريكية سابقا تريد دولة تابعة لها، بينما تركيا تغيرت كثيرا ولها موقف مستقل. هذا ربما يسبب يعني صعوبة العلاقة اليوم ما بين تركيا وبين أمريكا. طيب، في هذا الوقت مجلس النواب الأمريكي أقر مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على النظام السوري. كيف ستنعكس هذه العقوبات على محاولة إعادة تأهيل نظام بشار الأسد؟ يعني هناك أيضا يعني مفارقات كبيرة صراحة بين يعني وتذبذب في المواقف يعني الأوروبية والأمريكية أيضا. اليوم لو أرادت هذه الدول صراحة ولو كانت صادقة بالوقوف بجانب يعني كانت تسمى يعني أصدقاء الشعب السوري لاستطاعت صراحة يعني إنهاء هذه القضية قبل وقت يعني كبير. يعني أن هذا النظام الذي استخدم كل أنواع الأسلحة المحرمة والغير محرمة واستخدم البراميل والسلاح الكيماوي وقام بجرائم كبيرة، اليوم نجد أن هناك نوع من المساعي لتأهيل هذا النظام. هذا دليل على أنه لا يوجد مصداقية صراحة للدفاع عن حقوق الإنسان أو الوقوف بجانب عدالة أي شعب. لكن رغم كل هذه الأمور أنا أرى أن لا مستقبل ل يعني بشار الأسد في سوريا، وربما يعني من سيقوم ب يعني تغيير النظام بالمستقبل هما من يبدو أنه صديق لهذا النظام حاليا، لكن الوقت يحتاج إلى تسوية والوصول إلى حل سلمي تقبل به دول المنطقة بأكملها. الكاتب السياسي التركي السيد مصطفى حامد أوغلو، شكرا جزيلا لك.